السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نهنئكم بحلول الشهر الفضيل، ونشكركم على حضوركم ومتابعتكم لنا في جلساتنا الحوارية الرمضانية. المبادرة هذه نستضيف فيها مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع العقاري، نسلط الضوء على أهم النقاط التي تهم المستثمرين في هذا المجال، ونجاوب فيها على استفساراتكم في ضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور فيصل عبد موسى، رئيس مجلس الاداره القام المقابضه. مرحبا فيك دكتور. اهلا اخوي وليد، الله يسلمك. حياك الله، الله يسلمك. بدايه كل عام وانت بخير. وانت بخير. الله يسلمك. قبل ما نبدا في موضوع الحلقه، اود التنويه ان شاء الله بتكون عندنا مسابقه بعد كل جلسه، سيتم طرح سؤال ويتم السحب على الفائز في اليوم التالي. فحوى السؤال بيكون من مضمون الجلسة، فنتمنى التركيز ويانا ونتمنى الفوز للجميع. بداية دكتور، إذا حبينا نتكلم عن فام القاهرة، متى تأسست وشو أهم النشاطات اللي تمارسها الشركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء حبيت أبارك لكم وأبارك الشهر الكريم، وكل عام وأنتم بخير، والله يتقبل طاعتكم. أنا حبيت أشكر على الأراضي والأملاك والتنظيم العقاري وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي بإعطائي الفرصة أن أكون من أوائل المطورين في هذه الجلسات الحوارية. طبعا اذا بغينا نتكلم عن شركه فام القابضه، فام القابضه تاسست في سنه 2005 في دبي. طبعا فام اختصار لاسمي فيصل علي موسى، اول ثلاث احرف. طبعا في سنه 2005 ل 2008 كنا نشتغل في مجال استثمارات العقاريه وليس التطوير، نشتري ونبيع اراضي، نشتري بنايات، نشتري فلل شراء ورد نبيعها، لان ذيك الايام كانت الطفره العقاريه خصوصا في اماره دبي يعني، فكان هذا الترند اللي ماشي، والحمد لله حققنا نجاح كبير يعني في هذا المجال في من 2005 ل 2008. لكن مثل ما عارفين الجميع يعني في 2008 صارت الازمه العالميه واثرت على الجميع يعني منهم احنا يعني، فبدينا ندور على قطاعات ثانيه نشتغل فيها. منها طبعا اشتغلنا في قطاع الاي تي تكنولوجيا، كان عندنا شركه اسمها فام تك. اشتغلنا في مجال الايفنتس مانجمنت، اداره الفعاليات، اسسنا شركه اسمها ذا بريدج لاداره الفعاليات. الحمد لله اشتغلت من 2008 ل 2013، حققت نجاح كبير. اشتغلنا في مجال المواد الاستهلاكيه، كان عندنا مصنع بوليسترين، اكوا بوليسترين، كنا يوميا ننتج بحدود ال 400,000 كوب من الاكواب هذه اللي يستخدمونها مال شاي كارك. الحمد لله انتشر انتشار كبير في الامارات وخارج الامارات، وبقينا على هالحال لان الوضع كان صعب انك تدخل استثمارات كبيره. لكن نهايات 2013 بدات بوادر نحسها ان المجال العقاري بدا يرجع وبدات الامور ممكن ان ندخل في مجال التطوير العقاري. فبدينا في بدايات 2014 خلينا نقول في مجال التطوير العقاري. اليوم فام عندها مجموعه من الشركات، عندها فام للتطوير العقاري اللي هي مسؤوله عن مجال التطوير، عندنا فام للمقاولات اللي هي مسؤولة عن بناء مشاريع فام الخاصة. احنا ما مهتمين نبني لغيرنا، مهتمين نبني مشاريعنا، والحمد لله احنا مصنفين في إمارة الشارقة درجة أولى، في إمارة عجمان الحمد لله درجة أولى. فاحنا مطور زائد مقاول. إضافة إلى هذا احنا نشتغل في مجال الاي تي، رجعنا نفعل شركه الاي تي حديثا، والحمد لله
اللي حققنا نجاح كبير في الفترة الماضية هذه. مجال المنظفات، دخلنا في مجال صناعة المنظفات، عندنا شركة أو مصنع في الحملية في الشارقة في مجال إنتاج جميع أنواع المنظفات، والحمد لله حقق نجاح كبير. طبعاً هذه المجالات مبدئياً مركزين فيها التطوير العقاري والمقاولات وصناعة المنظفات والـ IT. إذا حبينا نركز على المجال العقاري واللي هو موضوع حلقتنا اليوم، أهم وأبرز المشاريع العقارية في مارك عجمان. طبعاً في مارك عجمان إحنا بداياتنا ترجع إلى سنة 2014. في سنة 2014 قررنا أن نبدأ أول مشروع لنا في إمارة عجمان، وهو مشروع سمارت تاور مارك. طبعا اشترينا قطعة أرض في منطقة العامرة الحليو وصممناها، لكن قلنا ذيك الأيام طبعا ما كان تعرف إنها صار من أزمة وكذا وهالكلام كله، خلنا شوية نعطي فكرة بسيطة نضيف إضافة إلى المشروع. فقررنا نضيف السمارت هوم بالشقق، هو عبارة عن أبلكيشن يتحكم باللايتس والتكييف والكاميرات والأمور كلها الإلكترونية عندك في الشقة. مع الإضافة البسيطة هاي الحمد لله حقق نجاح كبير المشروع في البيع، وطبعا المشروع انباع وتنفذ وتسلم للزباين. وبعدها انتقلنا لمشروع ثاني اللي هو مشروع برج العامرة، مكون من أرضي و12 دور، الحمد لله حقق نجاح كبير يعني في المبيعات والتنفيذ، وإن شاء الله على نهاية السنة تسليم الشقق. عندنا حوالي 250 شقة في المشروع. المشروع الثالث اللي أطلقناه في إمارة عجمان هو مشروع برج المزرعة، وبعد في المشروع هذا حاولنا أن نكون شوي مميزين. إحنا في فام دائما نحاول يكون لنا لمسات وأفكار في المشاريع، بصمة مختلفة، بصمة مختلفة، بحيث أنه ما يكون فقط عندك شقة وما فيها أي شيء جديد. فمشروع المزرعة قلنا بنعمل على سطح البناية في أرضي 18 دور، نعمل زراعة مائية. الزراعة المائية هذه تستخدم نظام الهيدروبونيك سيستم. طبعاً هاي الزراعة ما فيها تربة، ما فيها كيميكلز، تعطيك محصول طول السنة. راح نزرع جميع أنواع الخضروات فيها وخصوصاً الورقيات، وراح توزع الخضروات هذه مجاناً على السكان. فالساكن بيطلع للمزرعة على سطح يقطف طماط خيار الكلام كله زين، ويستفيد من الأمور هاي كلها. المشروع باللمسة البسيطة هذه حقق نجاح كبير في المبيعات، سولد اوت 100% الحمد لله. اليوم تم تنفيذ حوالي 20% من المشروع، وراح يسلم ان شاء الله نهايه 2022. فهاي اول ثلاث مشاريع دخلنا فيها في اماره عجمان، قريبا ان شاء الله راح نطلق مشروع خلال مشروعنا الرابع خلال الشهر القادم ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور، اليوم بيئه الاستثمار العقاري حتى تكون جاذبه لابد ان في بعض المكونات الرئيسيه مثل التشريعات، البنيه التحتيه، اليوم الخدمات والاجراءات الحكوميه. ما تقييمك لهذه العوامل حتى تكون بيئه جاذبه فعلا في مارك عجمان؟ طبعا يعني ليس مجامله ولا لاني انا قاعد اليوم في مارك عجمان وعبر قناه دار التسجيل التنظيم العقاري الاراضي والتنظيم العقاري. اليوم إمارة عجمان أنا أعتبرها بيئة جاذبة للاستثمارات، ودليل المبيعات الكبيرة اللي حققناها. ليش حققنا المبيعات؟ لو كنا في إمارة ثانية أو منطقة ثانية يمكن ما تصير هذه الأمور. ليش؟ لأن أولاً القوانين تحمي المستثمر اللي قاعد يشتري. مستحيل تصير، تعرف لو رجعنا قبل وجود التنظيم العقاري، كان في مشاكل كثيرة في السوق، مو فقط في إمارة عجمان، في كل الدولة. ليش ما كان في تنظيم عقاري في كل إمارة؟ كانت الأمور يعني حسب هوا المطورين، فتدخل إشكاليات كبيرة. اليوم مع وجود القوانين هذه تحمي المطور والمستثمر، فالناس الحمد لله مطمنة من هذا.
بيئه جاذبه. اثنين، اليوم في تطور كبير في البنيه التحتيه في اماره عمان، من طرق وجسور واتصالات ومواني ولوجيستيك سيتي وفري زون وقصص هاي كلها، تخلي المستثمر برا يقول اوكي انا كل شيء موجود عندي، ليش ما استثمر في اماره عمان؟ وطبعا التسهيلات اللي تعطيها الاماره وخاصه التنظيم العقاري في اماره عجمان، اول كان مثال يعني المستثمر في السعوديه لازم يجي ويوقع وكذا وكذا، شويه فيه يعني تعب عليه، مو فاضي للواحد اللي يطلع، اليوم كل شيء اونلاين صاير عندنا. الحمد لله هاي من التسهيلات اللي صارت وشجعت المستثمرين سواء كان بالكويت، السعوديه، في اي دوله بالعالم انه يستثمر ويدخل في الاستثمار وهو امن. طبعا القوانين اليوم تحفظ حقوق الجميع، تحفظ حقوق المستثمر اكثر من المطور، المطور اكيد بعد محفوظه حقوقه، لكن احنا يهمنا المستثمر لانه هو عمود التطوير العقاري. اذا ما في مبيعات ما في يعني اليوم عندك تطوير عقاري، نهايه اليوم راح تبني البرج من جيبك. فاحنا يهمنا ان المستثمر يكون راضي عن كل القوانين اللي تطرحها الاماره. طبعا الحمد لله مؤخرا كانت في قوانين جديده تناسب الجميع وشجعت الجميع على الاستثمار. دكتور، كثير من الناس يسالون هل اليوم هو الوقت المناسب للاستثمار في المجال العقاري نظرا يعني الركود الجزئي اللي كان في خلال 2020، وما تقييمك كذلك لوضع السوق العقاري في بدايه 2021 مقارنه بالعام الماضي؟ والله يعني مو انا اللي بقول ان السوق مناسب ولا اصلا، اوريدي الناس عارفين ان السوق مناسب. ليش؟ خليني اعطيك مثال، احنا من اول ما بدات كورونا عندنا السنه الفائته، خلينا نقول من بداياتها يعني، لو رجعت للريكوردز اللي عندنا شهر واحد واثنين وثلاثة كانت ممتازة في المبيعات في 2020. طبعا انضربنا مثال في شهر أربعة وخمسة، ليش؟ لأنه كان بداية كورونا واللوك داون والعالم خيفانة والناس حتى قاموا يخزنون أكل في بيوتهم، فما بالك بالاستثمار يعني يتكلم عن بالآلاف أو يمكن بالملايين. فالتطوير العقاري والاستثمارات العقارية أثرت في الشهرين شهر أربعة وخمسة، لكن من شهر 6 سنة 2020 لهذه اللحظة اللي احنا موجودين فيها الاستثمارات العقارية في طلوع مستمر، كل شهر نشوف احنا في تطور في المبيعات عندنا، ودليل التارجت اللي اعطيناه احنا للسيلز تيمز مالنا اتحقق اكثر من التارجت اللي كنا احنا يعني محطين. معنى هذا ان الناس عندها ايمان كبير في مجال الاستثمار العقاري خصوصا في إمارة عجمان. فهذا الوقت اليوم طبعا اكيد مناسب. كثير من الناس كانوا طبعا يصرفون في السفر وفي امور رفاهيه كثيره وكذا. بعد ازمه كورونا الناس نبهت يا ان لازم يكون عندها مصدر دخل ثاني غير المعاش اللي هو معتمد عليه. فافضل مجال اللي هو التطوير المجال العقاري انه يستثمر فيه. الحمد لله لقينا ان في كثير من الناس قاعده تستثمر، واحنا طبعا نشجعهم في على الاستثمار لانه هو مصدر الحمد لله امن ومضمون للجميع. لابد ان هناك في مميزات للتملك في اماره عجمان، وانا اعتقد اليوم يعني اختياركم كمطورين لاماره عجمان يعني مثل ما تفضلت قبل شويه تكلمت عن التسهيلات الموجوده وبيئة جاذبة للاستثمار. اليوم خلينا نقول كمستثمر شو الميزات اللي حصلها اذا تملك في إمارة عجمان؟ طبعا المميزات كثيرة سواء من عندي ولا من عند الحكومة. أولا سهولة المعاملة. اليوم ما يحتاج المستثمر هو بأي مكان في بلده يقدر يخلص أموره أونلاين. فهاي من أوائل المميزات. اثنين المميزات الموجودة عندنا أن اليوم السعر وايد أقل من قبل يعني، فالسعر يلعب دور كبير للمستثمر انه يقبل على هذا الاستثمار. ثلاثه
تسهيلات الدفع الموجودة اليوم عندنا، أول قبل ما أسلمك المفتاح لتكون مسلم كل شيء، الحين لا، في عندك تسهيلات توصل لعشر سنين. إحنا بدينا أول ما طلعنا بفكرة التسهيلات كانت 3 سنين خلال فترة الإنجاز و3 سنين بعد تسليم الشباب، بعدها بدينا نعطي تسهيلات أكثر وأكثر، اليوم وصلنا اليوم لعشر سنين. فهاي التسهيلات طبعاً تساعد المستثمرين أن يعني يدخلون ويستثمرون، وطبعاً في أمور كثيرة وايد تشجع العالم أنهم يستثمرون في إمارة عجمان، اللي هي أن رغبة الناس على التأجير. اليوم تلاقي الزحمة اللي صايرة بين إمارة عجمان والشارجة المتجهة إلى دبي الصبح والعكس صحيح المساء، ليش؟ الناس ساكنة في عجمان ساكنة في الشارجة، فهذا يقول لك أن الناس تحب أنها تسكن في إمارة عجمان للبيئة الموجودة فيها، التسهيلات، الرخص، الأمان، الأمور. يمكن موقعها الجغرافي اليوم توسطها بين إمارات الدولة، أعتقد يعني بعد يمكن من العوامل المشجعة، إضافة لها حتى يعني مثل ما تفضلت يعني كأسعار وحتى كرسوم حكومية اليوم منافسة جدا مقارنة بأماكن ثانية. بالضبط، يعني الرسوم وايد تلعب دور، سيرفيس شارج، سيرفيس شارج تلعب دور كبير يعني في إمارة عجمان، عليها كنترول كبير من الحكومة، السيرفيس شارج هذه فالحمد لله أن هي كلها تسهيلات تشجع المستثمرين للاستثمار. دكتور يمكن يعني الفترة الماضية لاحظنا يعني في اهتمام كبير بالإمارة في تطوير البنية التحتية، وحتى كتشريعات اليوم كان في تركيز على هذا الجانب، في وجهة نظرك اليوم هل هذا يشجع اليوم حتى كمطورين من خارج جماعة عجمان ممكن يترجمون للإمارة، وهل هي فعلا منافسة للإمارات؟ طبعا اليوم يعني البنية التحتية تلعب دور كبير للتطوير العقاري، يعني كان قبل يمكن قبل 2008 كان المطورين يعانون من موضوع الكهرباء، الموضوع معروف يعني عند الجميع، يقول لك ليش اطور ما في كهرباء، ما اعرف شو اشتغل على جنريتر. اليوم لا، الحمد لله الكهرباء موجوده، خلص بنايتك على طول اذا في ما تركب لك كهرباء، فهذه عامل وايد مهم. كان شيء رسوم توصيل الكهرباء من الحكومه الاتحادية رسوم بسيطة، إضافة إلى هذا اليوم الوصول إلى إمارة عجمان عن طريق الهاي واي سواء شارع الشيخ محمد بن زايد أو شارع الإمارات أو المداخل الأخرى لإمارة عجمان شارع الاتحاد، كل المداخل هذه تسهل الدخول والطلوع، فما في عندك أزمة مرورية تقول للمستثمر أنا صعب أدخل أو أطلع. كل الجسور اللي صارت الحين في اماره عجمان هذه تشجع يعني المستثمرين يجون وكذا. التسهيلات الحكوميه اللي تعطيها الحكومه سواء من دائره اقتصاديه، بلديه، تخطيط مساحه، كل الدوائر الحكوميه التسهيلات اللي تعطيها وسرعه انجاز المعاملات للمطورين، هذا اكيد طبعا يشجع المستثمر انه يجي من إمارات أخرى أو من خارج الدولة إنه يستثمر في الإمارات. دكتور ربي شوي نوجه نصائح مباشرة اليوم، أي واحد حاب يستثمر خلنا نفترض بيبدأ بيشتري مشروع، بيشتري يعني وحدات عقارية على الخارج، أو إذا كان عنده مشروع منجز، شو الأشياء اللي لازم ينتبه لها أو يركز عليها المستثمر حتى يكون في أمان؟ طبعا في وايد شغلات طبعا لازم ينتبه لها، اول شيء لازم يسال الاراضي التنظيم العقاري مشروع هذا مسجل ولا غير مسجل؟ ما يروح يشتري شيء عمياني، كل واحد ينزل مشروع ويبيع له 100 شقه ويمشي، لازم يسال هذا الموضوع. اثنين لازم ينتبه الى موضوع العقد، هل هو نفس العقد المعتمد من دار التنظيم العقاري ولا عقد مزونه المطور؟ بعد وايد مهمه. ثلاثة ينتبه للموقع، اليوم وين تشتري؟ تشتري في مو شرط الموقع لازم يكون احنا على البحر، والله هذا افضل موقع، ترى ممكن تكون بالصحراء بس موقع زين، لان في المستقبل الماستر بلان يقول لك هني في حديقة وهني بحيرة وهني كذا وهني كذا، فالموقع
ثم الموقع، ثم الموقع. الموقع وايد مهم للاستثمار العقاري. ثلاثة أربعة لازم تعرف ميزانيتك. اليوم أنت لا تورط نفسك تشتري شقة ثلاث غرف صالح 200 مليون وأصلا ميزانيتك أنت يا دوب لا استوديو. فانتبه للقصة هذه بحيث أنه ما هذا. خمسة شوف المطور والتراك ريكورد ماله. هل هو مطور؟ عنده مشاكل؟ أمور جيدة كذا؟ اسأل يعني شوية بحيث أنه لا تتورط مع مطور بحيث أنه بكرة تقول يا ليتني ما دفعت داون بيمنت ولا العربون هذا وكذا وهالكلام كله. فهاي يعني باختصار طريقة الدفع بعد انتبه لها يعني كمستثمر هل يناسبك ولا ما تناسبك؟ لأن بعض المطورين يعطيك تسهيلات دفع خلال فترة الإنجاز، لكن عند تسليم الشقة يقول لك ادفع فول بيمنت، هل أنت قادر أنك تدفع فول بيمنت على التسليم؟ ما قادر ترى دخلت أنت ديفولت الحين. فهاي هي ضرورية أنه ينتبه لها المستثمر بحيث أنه ما يعني بكرة يستثمر ويقول أوه أنا ليش غلطت الغلطة هذه؟ انتبه للسعر، الموقع، المشروع مسجل وغير مسجل، القصص هاي كلها تنفعك يعني. ممكن بعد ناكد على موضوع حساب الضمان، يعني ضروري المستثمر انه يوم يدفع المشروع هذا خلينا يتوجه لحساب الضمان حتى يحفظ حقه وحق يعني الطرف الاخر. صحيح حساب الضمان هذا شيء ضروري مش من خلفاتي، لكن لا تدفع برا حساب الضمان، ادفع داخل حساب الضمان. دكتور اذا حبينا نتكلم عن سبل التطوير المستقبليه في القطاع العقاري، توقعاتك يعني رؤيتك المستقبليه، شو الاشياء اللي ممكن تشجع اليوم تبادر فيها الحكومة بمختلف الدوائر الحكومية في يعني تشجيع الاستثمار أكثر وتمكين الاستثمار في المرحلة؟ شوف أنا أشوف أن الحكومة لازم تطور دائما تكون في مراحل تطوير القطاع، لأن قطاع التطوير العقاري هو يجي ثاني قطاع بعد البترول عندنا في الإمارات. فاذا ركزنا عليه اكيد راح نركز على اقتصاد الدوله بالكامل. لما الحكومه تعمل البنيه التحتيه لاي منطقه من المناطق اليوم انا اطور فيها او اي مطور يطور فيها، هاي اكيد راح تسهل التطوير العقاري في المستقبل. الحكومه لما تجي وتعمل قوانين جديده تسهل على المطورين التطوير العقاري اكيد راح يكون بيئة جادة. اليوم طبعا موجودة قوانين وتسهل، لكن احنا نطمح للأكثر. ثلاثة، احنا نتمنى من البنوك المحلية ان تساهم في هذا القطاع، لان اليوم البنوك المحلية والبنك المركزي اليوم في تشديد على موضوع القطاع الخاص، والسبب التأثيرات اللي صارت في 2008. التأثيرات هذه لازم شوية البنوك تفتح بابها سواء كان للمطورين او للاند يوزر للمستثمر، بحيث انها تشجعها على الاستثمار. احنا نطمح انها تكون الامور تتطور للاحسن. احنا نتوقع ان شاء الله يعني المجال العقاري يتطور اكثر واكثر يعني ان شاء الله. دكتور يمكن شوي يعني اتوجه للمبادره قامت فيها اداره القرار والتنظيم العقاري قبل سنوات، مبادره التصنيف العقاري. طبعا المبادرة هذه كانت الأول من نوعها عالميا في تصنيف اليوم المكاتب العقارية والمباني بنظام النجوم، وكان في طبعا مجموعة معايير فيها. هل تتوقع أن اليوم المبادرة هذه وغيرها من المبادرات المشابهة تأثر في يعني رفع كفاءة السوق العقاري وتعطي شوية أمان للمستثمر في الاستثمار في المبادرة؟ طبعا أكيد هاي المبادرة مبادرة ممتازة. احنا نشكر دائرة الأراضي والتنظيم العقاري وعلى رأسها سمو الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي على هاي المبادرة، لأن نهاية اليوم أنت بتعرف هذا المبنى ولا هذا المطور ولا هذا البروكر مصنف خمس نجوم وأربع نجوم ثلاث نجوم، شو وضعه يعني؟ فهذا التصنيف يساعد العالم على فهم الجهة اللي راح يستثمر معاها أو يحط فلوسه وياها.
ليش؟ لان اليوم حتى البنوك يعني قبل تروح تاخذ اي لون يعطيك تقرير من اتحاد بيرو، التقرير هذا يصنف لك شو المستثمر. هذا التصنيف بعد اللي سوته للدائره، هذا التصنيف مهم ويساعد المطورين على والناس على فهم السوق ومين موجود فيه. والحمد لله يعني يمكن لاحظنا يعني سنه عن سنه ما شاء الله يعني مستوى وكفاءه المكاتب يزيد في الموضوع، حتى عدد المباني اللي تحصل فتره 5 نجوم والاربع نجوم بدات تزيد بشكل واضح. صحيح. دكتور طبعا اليوم اي مطور يتعامل مع ذات اراضي وتنظيم عقاري عنده اقتراحات معينه لتعزيز الشراكه. اليوم نحن طبعا الشركاء في عمليه تطوير العقاري واستثمار العقاري في مناطق جوان. شو دوركم او شو اقتراحاتكم في تعزيز هذا التعاون؟ التعاون بين الدائره والتنظيم العقاري طبعا هذا شيء مهم، واحنا الحمد لله من بدينا ابواب الدائره مفتوحه لنا، ما شفنا اي نوع من يعني من عدم قبول اي مقترح نعمله. لكن انا يعني من الشغلات اللي اقترحها لتعزيز وتطوير التنظيم التطوير العقاري في الاماره، طبعا اتمنى ان يكون عندنا معرض عقاري في اماره الشارقه في اماره عجمان اسف، على غرار سيتي سكيب اللي يصير في دبي او معرض ايكارس هنا في الشارقه. المعرض العقاري هذا دائما يكون في يعني يكون مظله لجميع المطورين بحيث انه يزيدون مبيعاتهم وتعريف المشاريع. اثنين اتمنى عمل اجتماعات دوريه، خلينا نقول 3 شهور 4 شهور مع المطورين ومع الدائره بحيث مناقشه وضع السوق ومقترحاتنا الامور هاي كلها، اتوقع حتكون وايد مفيده للمطورين خصوصا احنا يعني. ثلاثه اتمنى من الدائره ان تنظر في موضوع البنوك والتسهيلات اللي لازم تعطيها سواء للمطورين او للمستثمرين. مثل هذه الامور اكيد راح تعزز وتطور التطوير العقاري في الاماره. احنا بالنسبه لنا مستعدين ان نحط الافكار هذه كلها على ورق وعلى المبادرات بحيث ان نفعل دور المطور مع الدائره ونطلع بمنتجات عقاريه جديده في السوق والناس ان شاء الله يقبلون عليها ويستثمرون فيها. دكتور اثناء الحديث في البدايه يمكن تطرقت لبعض الميزات اليوم شركه فام تطرحها حق المستثمرين. نبغى شوي نسلط الضوء اكثر اليوم، شو المميزات اللي ممكن نطرحها اليوم على متابعينا في هذه الحلقه؟ طبعا فام القابضه تقدم اليوم عده عروض، يعني منها الاسعار منافسه كثير اليوم. ليش احنا اسعارنا غير عن اسعار باقي المطورين؟ لان احنا مثل ما قلت احنا مطورين زائد مقاولين. وخبرتنا في المقاولات اكثر ترجع لاكثر من 40 سنه. شركه علي موسى المقاولات اللي شركه والدي تاسست في 1976. فخبرتنا في المقاولات هذه نقدر نعمل كنترول كبير على موضوع المقاولات. فتنزل عندنا تكلفة البناء. فالسعر ميزة من مميزات شركة فا. الميزة الثانية اللي هي البيمنت بلان الدفعات وخطة الدفعات اللي تمتد إلى 10 سنوات. هذه طبعا كانت عامل مهم في نجاح مبيعاتنا خلال فترة كورونا بحيث أن الناس حبت التسهيلات في الدفع. شركة فام تتميز ان عندها فلكسبيليتي، مرونة في التعامل مع الـ مع الـ مع الزبون. في كثير من الناس تأثروا بعد جائحة كورونا، كان مستثمر معنا 5 شقق ولا 6 شقق ولا اكثر ولا
الاقل يجي لنا يقول والله انا تفنشت، انا تاثر عملي، انا كذا انا كذا، ابغي احول الست شقق هاي الى ثلاث شقق لا شقين. احنا بالنسبه لنا وايد مرنين في الامور هاي بحيث انه ما ناثر على الزبون ويبقى راضي، لان احنا مثل ما قلت الزبون عندنا اهم شيء. بدون هذا الزبون ما في شيء اسمه تطوير عقاري، مع انه استثمر استوديو ولا غرفه ولا غرفتين، لكن هذا هو عمود التطوير العقاري. احنا مستحيل نزعله، لازم يطلع راضي باي طريقه. فالمرونه هذه هي عززت موقفنا في السوق العقاري وخلت الناس الحمد لله يكونون مبسوطين وسرورين في الحال. فالسعر، طريقه الدفع، المرونه، ابوابنا دائما مفتوحه للمستثمرين. مستحيل واحد عنده مشكله ما نحلها، لازم نحلها له ويطلع راضي ويقول شكرا فام اعطيتوني اللي ابغيه وزياده. فهي من المميزات اللي اليوم نتميز فيها. طبعا غير ان المشروع نفسه يتميز بمميزات ثانيه اللي هي المساحات الانسانيه اللي دائما اسميها، لان بعض المطورين يروح يعمل لك شقق صغيره وايد وكذا. تعرف المستثمر يشتري على الورق بس لما تسلمه ينصدم يقول هذا الاستوديو انا كيف اعطي السرير الاثاث كذا وين صغير، لانه ما يتخيل الفراغ اللي اشتراه، ما يتخيل الشقه وحجمها. احنا نحاول تكون مساحاتنا مقبوله بحيث لما يسكن يكون، نحاول ان نكون التسهيلات كلها موجوده، منا سويمنج بول، جيمنيزيوم، الامور هاي الترفيهيه اللي معتادين عليها الناس. نحاول نضيف اضافات في المشروع مثل موضوع سمارت والمزرعه، وطبعا عندنا افكار كثيره اخذناها في اماره الشارقه، قريبا ان شاء الله فكره حلوه نطرقها في مشروعنا الرابع في اماره عجمان. فهاي باختصار يعني المميزات تميز فيها. المشروع القادم عباره عن بنايه بتكون برج ولا يعني وليد ما تعرف اسرار بعد ما اطلق لها، بس ما عليه خلينا نقول لك ناخذ السبت فيها السبت اعلامي. المشروع هذا عباره عن ارض 16 دور في منطقه العامره، سميناه تروبيكال تاور، البرج الاستوائي. البرج الاستوائي هذا بنايه فيها شغل استوديو وغرفه وغرفتين. على السطح عندنا غابه استوائيه. الغابه الاستوائيه طبعا فيها اشجار، العاده انت لما تسمع غابه شو فيها؟ فيها الاشجار، هي وفرناها باللاندسكيبنج والظل والقصص هاي كلها. فيها مطر، المطر سوينا هناك مطر صناعي عباره عن المراوح اللي فيها رذاذ الماء المستين هذا، فكل نص ساعه تعطيك رشه تحس انه جاك مطر. ثلاثه في الغابه عندك اصوات الحيوانات، الاسد والفيل والغزال وقصص هاي كلها، في ساوند سيستم يحسسك انت قاعد في الغابه. طبعا الغابه فيها مجاري ماي وما ماي، هذا كله لعبناه في اللاندسكيبنج. وعملنا جلسات فوق بحيث تطلع تودي اللحم والامور هاي، السلطات والخبز مالك، وتعمل لك مشاوي بالهواء الطلق. طبعا وفرنا مناطق للشوي لكن على الكهرب، لان تعرف موضوع الفحم والنار هاي ممكن تسبب مشاكل في البنايه، لكن تكون كلها كهربائيه وجلسات بحيث انت جالس وعندك تبريد خارجي. درجة الحرارة ممكن تكون 35 برا، بس احنا نزلناها لك عن طريق التبريد الخارجي ممكن تكون 30، بحيث انه شوي تستمتع بالجو وتطلع من جو الشقة وتستمتع فيها. فهذه فكرة ما شاء الله مميزة دائما يعني في كل مشروع. الله يخليك، بس ان شاء الله ما تطلع من سودة او شيء. كلمة أخيرة دكتور حاب توجهها للمتابعين اليوم. والله انا اشكر طبعا اول شيء اداره الاراضي والتنظيم العقاري على الاستضافه هذه، كما اشكر المتابعين على متابعه الحلقه هذه، وانصحهم بالاستثمار العقاري، لان مثل ما علمونا ابائنا العقار يمرض بس ما يموت. اكيد راح يكون لك فرصه كبيره انك تعمل دخل ثاني عن طريق العقار. أتمنى من جميع المشاهدين الاستثمار
مع فام القابضة في مشاريعها، سواء كان في إمارة عجمان أو الشارجة أو رأس الخيمة أو في المستقبل إن شاء الله في إمارة دبي. نتمنى لهم التوفيق ورمضان كريم. دكتور فيصل موسى، رئيس مجلس إدارة فام القابضة، نشكرك شكر جزيل على حضورك في أول جلساتنا الرمضانية. أعزائي المتابعين، نشكركم على متابعتكم لنا وتفاعلكم خلال هذه الجلسة. نلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم يوم الأربعاء الساعة 10 مساء مع شخصية عقارية جديدة إن شاء الله تعالى. نذكر أن السؤال إن شاء الله مباشرة بعد نهاية الحلقة سيتم طرحه، والسحب إن شاء الله على الفائز بيكون إن شاء الله غدا إن شاء الله. شكرا لكم، السلام عليكم.